الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خروج عن قانون القناة، مرتين خرجت وهذه الثالثة، الظاهر هكذا في موضوع الأغاني والحجاب، وهذا ضروري. ضروري بسبب الحالة يعني الصعبة، وفي زيادة انتشار المشكلة. ما في عقول تعبت، عقول لا تشتغل خلاص، عنده قوانين في المادي كذا، يعني في قوانين كذا خلاص يمشي عليها، يعني خلاص القوانين جاءت من جهات، جاءت من جهات إلا جهات الغيب، عشان كذا هو مادي. الجهة الفلانية قالت القانون هكذا، الجهة الفلانية قالت هكذا، كله من جهات مشاهدة أو غيبية بس مادية، قالوا خلاص نحن نمشي. هذه مشكلة تزيد البلاء والمشاكل، يزيد البلاء والمشاكل في الناس. تنزل ليس تطور، تطور في 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 الحديد، في الاسمنت، الحجارة، التراب، تطور في التراب صحيح، كباري، عماير، نيون، فلاشات، وتطور في السلبي، قتل، تدمير، تطور في الإنسان، تنزل كثير كثير كثير، لا ندري ماذا نقول. فهذا الموضوع هو عن التوحد، منتشر ومفروض ما ينتشر، مفروض يقل، علاجه واحد وغيبي، لذلك لا يؤخذ به، واحد باطني لكن لا يؤخذ به إلا القليل الذين ربنا يوفقهم ويعني يشتغل عندهم الغيبيات، يخرج من الانكباب على هذه القوانين الأرضية البحتة حتى. طيب، فعندنا يعني هذا الأطفال لما يأتوهم أطفال يكون عندهم ماذا نسميه؟ قلة التركيز. التركيز المادي، أيوة، ولا عندهم وعي عالي، عندهم روحانية عجيبة، عندهم ميلان، شفافية ليس كمثل الذين في المادة، لا يوجد شفافية، لا يوجد تكلم عن شيء غير مرئي، يقول لك مستحيل، ولا هو يقول الله ورسول الله ويفسر الله مادي، فسر الصلاة مادي بس خلاص، يفسر كل شيء، دين ولا دنيا ولا أي حاجة مادي. فلما يأتي لهذه الحالة فسر مادي، هذا تخلف كما يقولون، يعني الله ذكر في القرآن هذا الكلام، ذكر إن الذين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين أجرموا مادين كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هؤلاء كذب، هؤلاء فلذلك لا ينظر لهذه النواحي، ينظر لهؤلاء يعني نظرة يعني دونية، ليش يعني أفهم، أغبي، أهبل. وحتى لو توفق وصل ملياردير، لما يتكلموا معاه ويحتكوا يتكلم عن أشياء غيبية يقولون
طيب كيف جاءت هذه الخيرات الذي عنده؟ صدفة. موجود تفسير كلمة صدفة، إذا خلاف القوانين المادية صدفة. أنا تعلمت التجارة وأشتغل وعندي شهادة كذا وكذا وكذا في التجارات، ويعني قل ناجح أنه يدخل لي شهريا 10,000، واحد ثاني ما يعرف شهريا 100,000، يقول هذه الصدفة لا أدري كيف حصل. طيب أنت تقول بقوانين، هذا ما مشي على القوانين. قفل. لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يعقلون بها. يقولون هذا قلوب مقفل، سمع بصر روحي مقفل، أي شيء غيبي مغلق. ها هو واقع فيها. هذا مثال، يعني مثال التوحد، قلة التركيز مع حركة قليل، قلة التركيز مع فرط الحركة، نوعين، كثير حركة لكنه في المذهب هذا غبي، ويقولون ما يفهم، هذا عنده المرض الفلاني، يعني ما يفهم، مرض التوحد، هذا منعزل ولا داخل بقوة يعني كذا ولا كذا. فيقولون إما يلقون الألفاظ غبي أهبل مخه تعبان، كل هذه الألفاظ يسمع، هو يسمع وهو يرى ما لا يرون ويعرف ما لا يعرفون، عنده الغيبيات، يعني عنده شفافية أقوى في الغيبيات، لذلك هم لا يفهمونه، لا يفهمون الذي عنده هذا المرض التوحد أو عنده، يعني انظر إلى شو اسمه واحد أنتم تعرفون بدون ذكر الاسم، تعرفون واحد مخترع، قبل أن يكون مخترع كان يدرس يتعلم في المدرسة، ويقولون هذا غبي، نقول له كذا 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 لا يفهم، هذا مقياس ستاندرد الغباء عند القسم أهل البعد المادي، عندنا كذا مقاييس، هذا على المقاييس هذه غبي، يكلمونه بأشياء لا يعني يجيب شيء. أمه فهمت، فلما جاء بالرسالة من المدرسة ما نريد هذا الولد أبدا يأتي إلينا ولا يمكن يفلح في أي مدرسة، أخذ الرسالة، هو ما يعرف يقرأ كثير، فأعطاها صغير، أعطاها أمه، حزنت صدمة قوية من عالم الماديين، ولكن هنا خرج من عالم الماديين. ماذا يقول يا أمي؟ قالت يقولون أنت عبقري، ذكاؤك فوق مستوى مدرسينهم، لا يستطيعون يعلموك، عاجزين عنك، مستوى فوق. معنى الكلام هذا، أنا أحط بهارات معلش. فقال طيب، ابتسم وجاءت بأشياء من الشارع تلقطها، حديد خشب ومسامير ومطرقة وحديد وحاجات، ورمتها في مكان كذا مخصص له، قالت هنا تعلم، هي كمان تعليمها بسيط، تعلم. صار يحط هذا على هذا على هذا على هذا، اخترع الكهرباء، صار عبقري زمانه. فالكلام يؤثر في الطفل، يؤثر ويجعله يقول نعم أنا، ولو ما يقول أنا ذكي غبي ولا شيء، لكن يقول هذا عالم آخر، ناس يعني ما أفهمهم. فاصل يزداد من أمه وأبيه وأهله كلهم، ليش؟ لكل ما جاءوا في مجلس ودخل فجأة في الغرفة التي فيها النساء ولا الرجال ولا كذا، قالوا هذا ابنك، هذا ابنك، قالت أيوة نعم، هذا يعني تعبان مريض، تعبان فيه الشيء الفلاني. سمت
غبي، مخه تعبان، ذكاؤه منخفض، ستاندر كما قالوا له المدرسين. فإذا جات من المدرسين عليه يقولوا أنت وأنت وأنت، وبعدين طيب وأنتم ماذا تقولون يا أهلي؟ أيوة صدقنا أنت وأنت وأنت. خلاص صار عنده فاصل، لا يدخل في عالمهم لأنه ما يفهمه، وهو في عالمهم لا يعرفونه، فصار عنده مشكلة. يذهب مع الأطفال يلعب يرتاح أكثر، ويعرف السلبيين من الإيجابيين. عاد حسب، في أحيانا يرتاح مثل الحيوان الأليف، قطة مثلا في البيت تعطيها إنسان ما عنده حب لها ولا يعيرها أنت اهتمام ولا أي شيء، وهو إنسان متشائم وحاجات، لا تذهب إليه، لا تذهب مهما قالت تعالي يا قطتي، ويسوي يعني حركات إنه يبغى يتألف عليها، يعرفها في الداخل إيش فيه. واحد ثاني عنده الحنان واللطف، هذا تأتي إليه ولو غريب، أول مرة يأتي في البيت تجدها ذهبت إليه. هذا مثلهم، وإن كبر، هو ما كبر كبر جسديا، ولكن قوانينيا تبع الجماعة ذول لم يصل، لا يحب، فلذلك مو متأثر بهذه المواد، بهذه الأمور. يفهم الناس هذا كذا هذا كذا هذا كذا، وينظر لأغلبهم أعداء، أعداء يسبون يشتمون. فأحيانا تتحول هذه الحالة إلى أسوأ، يصير مع هذا الذكاء الفائق الذي حسبوه غباء يصير مرض نفسي آخر كمان، صار اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره، ويتعبون هم. لكن إذا نظروا له ويتكلمون أمامه بالإيجابيات، ها هو خلاص يصير على طبيعة، وشوي شوي يفهم هذا من كذا وهذا من كذا، زي ما يقولون هم، يفهم في قوانينهم، وإن كان يعني روحانيته مرتفعة شوية. يقولون لبعض الناس الكبار مثلا في هذه الحالة، يقولون هذا خلاص درويش، درويش يعني ما له بقوانين، عنده شغل ثاني. ولكن في المجتمعات اللي أصلا سلبية يزداد هذا المرض ويتفاقم. طيب، فعلشان ما نخرج أنا كتبت نقاط، وأيضا كمان نفس الأهل والمدرسة، هذه اثنين. الثالث المستشفى، يذهبون بمستشفى نعالجوا في هذا. قال هذا سمى نفس الاسم، توحد، يدل على يعني تفكيره ناقص، مستوى ضعيف في الذكاء، ضعيف. وهذه الكلمات جات من هنا وجات من هنا وجات من هنا، ضربة بالرأس توجع، والثانية لا أدري ما هي، والثالثة تتعود، ضربة ضربة خمسة ستة وقف، ها اليوم ما انضربنا، تعود. كما يعملون مع قوم مع قوم، ضربة في ضربة في ضربة حتى يتعود ويصير عادي. بعدين يقولوا لي يلا خلاص نبي نديك الشيء اللي أخذناه منك من أول، شيء بسيط يلا، ها شكرا. خرجنا كالعادة، فهؤلاء الناس يعني متقدمين عن جماعة القوم الماديين، القوم الذين في البعد المداني ظهر البعد المعتمد على الحواس الخمس، لا يعرف موضوع الغيب الرباني، يعرف موضوع الغيب، قالت الجماعة الفلانية كذا، قال طيب
بكره كذا، الطقس كذا غدا. قلت طيب. حر اذا لا اذهب، برد اذا اذهب. لكن لمو هذا المعتمد يقول برد، وماذا في برد؟ شيء عجيب. ويخرج اثر البرد عليه ضعيف، الاخر المصدق اثر قوي. فنحن ما نمل الخروج من الكلام، فنحن شو قلنا؟ ايوه، فالعلاج لهذا الانسان الطفل الذي من الصغر، العلاج علاج نظهر له الحب ولا نبين تميزه. ايش بولدك هكذا؟ يعني ايش في؟ طيب ايش شكله كذا؟ يعني هل هو طيب ولا كذا؟ قالت اوه احسن اولادي. يسمع هو طز في هذه التي جاءت، مو طز في ولدك. ايوه هذا تعبان، ما يعني ايش نسوي فيه وايش نعمل؟ ودينا المستشفى، ما ودينا المستشفى. شكوى في شكوى في شكوى. لكن واحده عندها حب، اكثر الحب يكون للابن، حب على مشاعره، مو حب يغير له وغسل له ونظف له واعطيه اكل. انتبه له لمشاعره. فهذا من أفضل أولادي، الحمد لله، رجل ولد طيب ويسمع كلامي، ولو ما فيه هذا يدفع عنده شيء إيجابيات أكثر، ويأتي الحب منه زيادة للأم أو للأب. هذا الحب، القناة اللي تفتحت حب من الطرفين تجعله يسمع كلامها. يا ولدي انتبه، انت دائما تحب يعني تمسك هذا الشيء وابوك يزعل ولا شيء، فانت هذا تتركه، شاطر، انت ذكي. يترتق، يصير عنده شفافية تخف قليلا وهي موجودة، ولكن يعرف انه هذا عالم له معاملات اخرى، ها، ويصير افضل منه. ولو ذهب للطبيب، ما شاء الله أنت ذكي، أنت شاطر، أنت كل شيء، لا حاجة لأي شيء. هذه الحبة لو تأخذها كل يوم مرة تخليك أحسن وأحسن. كلام، شوف كلام يؤثر فيه ويأخذ الحبوب. خذ هذه الحبوب تخرج من هذا الحالة الزفت التي أنت فيها، ولا هي نفسها. جربوا وضعوا نبات في شباك هنا ونبات هناك، وصار يتكلم على هذا، أنت جبت برد حلو وشجرة حلو، أنت حبيبي، أنت أنت، ويذهب لتلك يقول ما هذا اليوم، أنت ما ماس، كيف هذا اللون؟ هذا ليس حسن، وهذا وهذا، ويعطي جلد. هذه تذبل 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 حتى تقول مع السلامة، تموت، وتلك تنتعش أكثر وأكثر. نبات، كيف بهذا الطفل؟ مشكلة، مشكلة كبيرة. طفل في بطن أمه مشهور، ولكن لا أريد أذكر أسماء. طفل، مو هو طفل في بطن أمه مشهور، في بطن أمه كانت أمه تقرأ القرآن بأصوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أفلا يتدبرون القرآن؟ تقرأ، حافظة هي، تقرأ وهو يسمع في الداخل، السمع موجود، حتى الميت يسمع، مات كل شيء فيه إلا السمع، يسمع ماذا يقرأ الإمام، ويسمع قرع نعال الناس، وفي البطن يسمع، فيسمع القرآن. لما خرج يعني عمره سنتين حافظ القرآن كامل، ليس حفظ ثرثرة، لا، ناس خاص كذا يحفظون بالتدبر. فالطفل يأخذ أكثر شيء يستقبل منك خيرك ولا شرك. الطفل كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يصير مجوسي، ولد بين مجوس يمجسونه، ولد من يهود لو ترك بدون يقولوا له هذا لا يجوز وهذا يجوز وهذا حرام، حتى بلغ يعني يعلمون ويتركون له الحرية ليس بالإكراه، يتركون له الحرية. هنا موجود تربية الأبناء بين الفشل والنجاح. كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا جاء عنده اسمه أنس بن مالك، هو يقول كيف كان يفعل معي رسول الله؟ اترك الحبل على الغارب، نعم، وانت لا تترك الحبل على الغارب، كن ماشي مزبوط، أخلاق وكل شيء مستوى عالي، هو يلتقط هذا الروحاني اللي فيك. قل له امشي كذا وانت ماشي كذا، هو يمشي كذا. ركب ابنك في جنبك وقول انا تعودت على التفحيط والمساقطة الناس، وهذا خطير جدا، انت لا تسمع لا تسوي زيي، انا الذي علمني افسدني. كلام حلو، هو يسوي زيك. ما نفهم الأطفال إيش معنى أبواه يهودون، يعني هم يتصرفون فيه، لا تتصرف فيه وتشوف إيش يطلع. فطرة، في فطرة ما هي موجودة عندك، خربك اللي قبلك خلاص. أيوة صح، لكن لا ننسب لهم الخراب، هم هذا مقدرتهم اللي يعرفوها الدوك، هي الدوك اليهودية النصرانية، الدوك ما هو الدين اليهودي، لا ولا النصراني، هذا شيء ثاني كبير. خلونا دحين، المهم غيروا عن دين الله الأصلي، هذا هو. طيب، فإذا إيش نبغى نقول نحن؟ نبغى الطفل والحب. الحب وإعطاء الحرية، إعطاء مساحة كبيرة من الحرية، ليس إكراه، لا إكراه في الدين أبدا، كل الدين ما فيه إكراه، فيه تبيين ثم بعد ذلك لك الخيار، اغلط صير زي ما تريد، معليش باب المغفرة موجود ما مغلق، إلا إذا كان والله ما عنده إلا جهنم ومغفرة ما فيه، لو غلطة بسيطة يعذبك كما يشاع لنا، أنت فعل فيه هكذا والنتائج سيئة، لكن مدام حط مغفرة فنحن نفتح مجال كمان، نقول له هذا ترى كذا هذا كذا ونخليه، فلما يرجع إلينا يقول أنا آسف سويت شيء ما أدري، نقول له صح كذا كذا. التربية يا بلا خوف، فالطفل نفس الشيء الذي في التوحد أكثر التقاطا، تمام، ولما يلتقط الكلام ينفخه هكذا، يعني أكثر معرفة بالشيء الطيب، أكثر شفافية عالية، ولا تتأثر بالتغيير قد ما يحاولون. افهم افهم، اعرف كيف افهم، درس المدرس يعطيه معلومات تلقينية كذا احفظها بس زي ما هي، مثل ما سوى مخترع الكهرباء، ماذا جرى له؟ قالوا غبي لا يقبل، هو لا يقبل صح، معلومات خاطئة، تلقني أشياء عقليته أكبر منهم، لو هذا اعتبرناه هكذا يطلع عبقري كبير، وهو عبقري أصلا، لكن مستوى ذكاء أكثر منك تقول هذا غبي، غبي ليش؟ لأنه أنا الذكي أنا الذكي، هو الغبي لأنه لا يفهم، ستة زائد ستة هذا كلام ما له شغل فيه، بعدين يفهم لما يخش في التجارة في أي شيء يفهم هذه الأشياء، لكن حاليا هو مو مسألة ستة زائد ستة، معلومات ثانية مخربطة الدنيا، التعليم حقنا ليس تعليم، تلقين، تلقن هذه بس صح غلط، انت ما لك شغل، تبي تفهم لا تفهم، هو مدرس الكيمياء يقول لك هذا الكيمياء كذا كذا ستة خلاص، بعدين لما يكتشفوا النظرية هذه غلط، ذهبت أجيال واكتشفوا غلط كثير في الكيمياء في الفيزياء هذا الكلام، وفي الرياضيات حتى وفي
فلك. فهذا باب آخر ما نريد ندخل، ندخل في مسألتنا كيف نعالج هذا الطفل. نكثر الحب له، ونكثر المدح له، ولا نظهر أنه غبي، لأنه هو ليس غبي. الغبي هم الوالدين بالنسبة له، أغبياء. هو منفتح أمامه كل شيء، يرى يمكن أشياء بس ما يقدر يتكلم، يقولوا له غبي. أنا أشوف هنا خلاص مجنون، دخل المستشفى. إيش شوف؟ ما إحنا شايفين، يعني إحنا المقياس. أنت رأيت ونحن لا. حتى لو قال رأيت رسول الله البارح، رأيت رسول الله، كذب. فالمشكلة لما يكون مدرسك غبي وأنت ذكي جدا، كيف يصير الحال؟ والحولك كله كذا يصير منبوذ. وهذا حال الذين في التوحد، منبوذين الآن، فتحوا لهم مدارس خاصة، مدارس ألف باء، سنة سنتين عشرة، بعدين الرياضيات حقت الصغار يدونها حتى كبر، وهو يعطونها، قالوا عقليته هكذا، هو هكذا عقليته، حتى يتعود على هذا الشيء ويزيد ينتشر في الناس هكذا. ليش؟ واحدة جاء عندها الطفل أول مرة في حياتها، أطفالها كويسين، هذا الطفل جاء عنده توحد. قالوا يا فلانة أنا أفتكر ابنك كان عنده توحد، الآن كبر، كيف صار؟ قالت دخلناه المدرسة خاصة بهم، وماذا حصل؟ لا زال غبيا. كل يوم يدخل يعمل لي هكذا، أقول له يا غبي روح بعد ما كبر. هذه التقطت هذه المعلومات، حطتها في ولدها وبقي هكذا. أول كان موجود التوحد، ليس بهذه الكثرة، ولكن معتبرينه فرد منهم. أهلا يا بطل، أهلا يا إيش شفت اليوم؟ قال الله شفت كذا كذا كذا. هذا الرجال جانا قال هذا مو كويس، يضحكون ولكن ما في حد يسب ولا يشتم. بعد فترة يجدون هذا الرجل في مشكلة، ما كشفوها، هو كشفها من البداية. والله ولدنا هذا ما شاء الله عليه، قبل سنة قال لنا عن هذا الرجل كذا كذا، والآن وجدناه نفس الشيء. صحيح اكتشفنا نحن بعد سنة، هو قبل سنة قال لنا هذا الولد داهية، هذا الولد مصيبة، هذا مصيبة بالمدح يعني، ما مصيبة شر، هذا الولد يعني. فهو يفرح يشوف هذه الأشياء، معنوياته تبقى، سلبيات لا تدخل عليه، ويتزوج وكل شيء. هذا لا يتزوج في وقتنا هذا، كيف يتزوج هذا؟ بعدين يجي بزورة كذا ويجي كذا. قوانين نراكمها على بعض وهي غير حقيقية حتى تصير حقيقية. فعلا لو تزوج واحد وصار له ولد تعبان، يقول شوف لا تفعلون، لا تزوجون، وتزيد البرمجة وتزيد السلبيات، تزيد الأذى، كما هو حاصل في أمور أخرى كثيرة. العالم خلاص وصل للنهاية بسبب إيش؟ كل واحد يلقن الثاني وينشرون، والآن صار جوال، صار واحد يحكي قصة يقول والله ولدي أخويا 100,000 متابع لقطوها سلبية، صار انتشر في 100,000. واحد ثاني عنده مليون، صار في مليون انتشر. وطبعا نحن نشوف نشوف القنوات، واحد إيجابي وستين سلبي، إيش يصير؟ يغلب هذا، لأنه في معاه تعزيز. إيش هو التعزيز؟ المجتمع، البيت، في بيتك زوجة أخ الأهوة، كله ضد أنك تمشي صح وتكون سعيد. نبحث عن السعادة وندمرها، ونبحث عن أطفالنا وندمرهم. هذا حال المجتمع الآن. أول ما كان هكذا، إذا شاف الطفل ما إن شاء الله أهلا يا الطفل، حتى لو ما في توحد ولا شيء يشجعوه، يتكلم إيجابي معه، والطفل يحترمهم. الآن لا يحترم. كنا إذا جاء المدرس هربنا، معلم في المدرسة جاء في الشارع يمشي هربنا، نختبي منه لا يرانا. الآن
ينفخون في وجهه السجائر لأنه هو لا يحبها يعاندونه. تقدر تسوي شيء؟ أنا أتحداك. فخرجنا كذا كذا، ولكن هذا التوحد شيء مريع جدا جدا. هذا الطفل يتدمر من والديه ومن المجتمع. لو المجتمع يفعل والدين لا، لا يصير له شيء. هو هم وادر الوالدين، صدقوا الكلام هذاك وصاروا ضده. الآن حزين، حتى لو جاء واحد شجع برا، أمي أبي أحب الناس إلي يكرهوني، كيف يكون؟ كيف إذا 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 بنت وكبرت؟ شيء محزن جدا جدا. وذاهبة جاية للمستشفى هي يعني هم تعبوا أصلا بهذا الترتيب. مستشفى ممكن يساعدهم ويصلح ويصلح. كيف يصلح؟ أنت تتكلم مع نبات كلام سوء يموت. كيف هذه الآدمية والآدمي الطفل المفتوح لك من الصغر؟ اتركه، لو تركناه يخطي والناس لو يسبونه، تعال أنت بطل لا تخاف اجلس هنا. نعطيه الأمان، نعطيه الرحمة، نعطيه الحب. ها؟ لو غبي يكسر ذكي، ما في توحد ولا شيء، بس غبي يطلع ذكاء ويطلع عبقرية فيه. وإذا غبي ينزل أسفل، كله بكلام. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا قوة الكلام، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وإنه لا يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا ترفعه عند الله. جئتني مسكين، مسحت على رأسه، هو ما شاء الله أنت كويس طيب. إيش إذا إنه الطفل، في ناس فعلوا فهكذا مع الطفل، تعال غسلوه نظفوه وبعد ذلك أعطوه بعض المال وقالوا له تعال كل يوم مر علينا، يأخذ منهم ويذهب لأهله، عندهم مال يعطونه شوية كل يوم يمر يأخذ ويشتغل يسوي. يعني مثلا غسل السيارات لنا، سيارات ممكن $10، يقولوا له خذ $100 أنت غسلت لنا، وهو يشعر أنه فعل شيء وخذ وذهب لأهله وتغير البيت كله. هؤلاء منظرهم هذا في بلاد الإسلام، منظرهم ليس يعني من الملتزمين 100%، لكن مسكوا هذا الطفل وخلاص وتوجهوا له وكلام طيب، تغير الطفل وتغير. فلما شاخوا هو تذكرهم، تخرج من الجامعة وصار في مرحلة، وصار هو ينفق عليهم. وفي الآخرة امرأة سقت كلب غفر الله لها زناها، هذا أعانوا طفل غيرت حياته بكلام إيجابي وحلو، وشاف ناس يعني محبين له، حب، فتحوا قناة الحب له. ماذا حصل فيه؟ هو وقف معهم أكثر من أبنائهم. وفي الآخرة شوف الله يسوي ذيك الساعة يفتش، أنت زانية كبيرة لكن سقيت كلب، ادخلي الجنة. ليس العكس، أنت ثوبك الطال وزاد، أو ليس هناك غطاء الوجه لك، لماذا؟ في جهنم. لا، غفور رحيم يعني أنا مذنب، أنا سويت غلط. خرجنا. فهذول الأطفال يعني أقوى علاج لهذا الطفل، ما في أسهل منه، هو الحب له بلا شروط، حب غير مشروط. ليس نحبه لأنه ذكي
على مقياسنا ونقلل الحب عن أخوانه الباقين لأنه يعني عنده خلل في المخ. يلا خلاص تركوا أخوك يا ولد، روح أنت تجيب الحاجة، خليه هذا الغبي يجلس. هذا حب. حب الإنسان للإنسان أصلا هو هكذا، ليس هكذا. كيف حب الإبن؟ لازم حبك تعلم كيف تحب بدون شروط. سيء أنا أحبه، إيش يصير؟ يتغير ولا ما يتغير؟ يتغير. ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كيف عاد عداوة؟ ابني مرح يعني في مرتبات، هو جاب لك أعلى شيء. الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فكيف ابنك؟ ما تؤثر فيه الحسنى؟ تغير. لكن تتكلم ألفاظ سوء على ابنك وهو أيضا ليس كذلك، عبقري عنده روح عالية أعلى من الأب والأم، هكذا الله خلقهم، وشفافيتهم هذه فعلت كذا، ليس له ذنب، ذنبه الوالدين. لكن هذه البرمجة حدها 15 سنة، علشان كذا القلم لا يكتب. قد يسيء إليك آخرين ويغيروك وأنت الطفل المسكين، ولكن من البلوغ تسجيل. ليش تسجيل؟ لأن أبي قال مثلا وأمي هذا لا يجوز تفعله، وأنظر بمخهم وأنظر إلى واحد ثاني في نفس البلد نفس القوانين يعني نفس الديانة مثلا، يقول ينظر إليهم يلبسون يعني أشياء هذا ممنوع وهذا يقول صح. هنا تغير فكرك. أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ لازم أنت الآن تتفكر. هذا قال انتهى مسألة الأب والأم، صاحبهما الآن في الدنيا معروفة، في الدنيا معروفة صاحبهما الآن، بعد ما بلغت الآن صاحبهما ولا تطعهما في كل شيء، ما يقولونه تصير عبد لهم أو تفهم. لكن الآن صحبة بالحسنى، ما يشعرون أنك تغيرت، أنت الآن بلغت، لكن هم يقولون شيء ويؤذيك. واحد كان يؤذيك سنين، الآن شفت ناس، هذا ما هو قانون صحيح. إذن القانون هذا غلط، لا تطيعهما، هذا قانون صح، امشي وأنت المحاسب على فعلك. من هنا ورايح ألغي البرمجة تقدر. ليش؟ لأنه أراك الله وجهات نظر مختلفة، لأن الله هو ربك مدبر شؤونك. الآن بعث غرابا ليريه كيف يواري سوءات، يعني بالأحداث يكلمك الله يقول لك هذا كذا صح كذا صح معك، أنت غافل عنه هذا حر ثاني، هذا شيء ثاني. بعض الناس يقول لك الحياة هذه غير كافية، كيف يعذب على 60 سنة؟ 60 سنة كل سنة فيها 365 يوم، شوف كم يوم، وربنا كل يوم يقول له الطريق هكذا، يوريه غربان كثير، أحداث تصير، سيارة صدمت، سيارة كذا. خذ الفكرة، أفلا يتفكرون؟ مو أفلا يملؤون البطون؟ الحياة والأحداث كلها كلام من الله لك، أجاعك كلام من الله، جاب لك المرض كلام من الله، تنبيه من الله. فنحن نقول في التوحد إلى عمر 15 بعد ذلك أنت فكر هنا وامشي. في ناس فعلوا وفي ناس بقي على تلك الأيوان كله صح. غلط أنت، غلط أنت، غلط العالم كله، عبد روبوت، هو محاسب، عنده خلل فعلي مع هذه الشفافية العالية، أنه عنده غباء مع شفافية عالية روحانية غير العقل غير الذكاء عنده. هذه في بعض الناس يبغى لها يعني
لو يأتي علماء صحيحين يفهمون هذا مسألة عقلية ولا مسألة روحية. لا، هذا يفهم مسألة عقلية الدكتور، والأهل نفس الشيء، عنده شفافية نستفيد من هذا الشفافية. ما شاء الله أنت كلامك صح. وإذا مثلا جالسين نتكلم يحدث هذا الشيء، نتكلم يعني غدا نشتري الأثاث، ما هو لا نشتري يعني كنبات وفرش وديكور بلون أزرق سماوي. الأم قالت نشتري، هذا مثال عشان تفهم المغزى. الأم قالت لا والله لو نجعله يعني لون مناسب مع سقف لون بني مثلا، والابن الثاني قال خلوه أبيض. عرفك على هذا إيش هو إيش عنده، لو يلتفتون الآباء يجدون كنوز. قال هو ها إيش رأيك يا محمد يا صالح يا سعيد يا سعيد، حتى وصلنا عنده إيش رأيك أنت؟ ما عنده كلام كثير، ما عنده فلسفة، واحد بني وحكي راح في حاله. التقط هذه وسويها وتشوف ايش يصير في البيت. سوينا الوان ثانية بعدين بعد فترة شفنا نفسنا فيه يعني ما في في تنافر مع اللون، لأن الطاقة منخفضة أهل البيت، فيصير هذه الأشياء تؤثر فيهم وترفع طاقتهم أو ترد، لكن المؤمن لا، هو يرفع طاقة الأشياء. المهم خلينا من هذا الباب. فلو اشتغلوا مثلا على البني، مو علشان هو قال، لكن الزوجة أم الأولاد قالت بني، قال الأب يلا خليها بني، تجد في البيت في تناسق وتناغم. هو يعرف هذه الأشياء يلتقطها، هم لا يعرفون هذه الأشياء، هم يعرفون مادي بني، هذا الأسود مع البني مع هذا، هذا متفق وهذا غير متفق وهذا غير متفق. ولو جبته عند واحد رسام ويسمع كلامه يعطيه ألوان مهولة فيها روح روحانية كذا، يشوف اللوحة الناس يهبون إليها. أول كان الفنان بعضهم بعض أجزاء من اللوحة يرسمها مغمض العينين، أرسم الوردة دي كذا كذا، بعدين ما أدري إيش شيء ثاني، بعدين إيش أيوة هنا، خلاص صار اندمج في اللوحة، غمض فتح زي بعض. دحين لا، روحانية ما في اللوحات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.